باس. تحتاج إلى مهارات عالية لتجيد التسلق. القوة أكثر أهمية. ما رأيك لو نتنافس لنرى من يبلغ ذلك الشيء أولا؟ حسنا. هناك حالة طارئة. إنها لي. هيا التقطها. هيا أجل. كاكا، ما الحالة الطارئة؟ أبو أبريس زاحف، لديه قوائم غريبة. إنه خبير في العمل على الارتفاعات. اتصل أبو أبريس تواً للمساعدة، ما عاد فجأة قادراً على التسلق. يحتاج إلى مساعدتكما. فريق الإنقاذ الخارق، هيا بنا. قريباً سوف أركمها عندها طريانها. أوه، رائع. لن أخذل الصغيرين أبداً. لا تقلق، فريق الإنقاذ الخارق سيصل قريباً. انظر، أتت حافلة الإنقاذ. ها؟ رائع أنكما أتيتما. سيد أبو أبريس، ما الخطب؟ كنت أتسلق الجدار. ثم لمست براز أحد الطيور فانزلق وسقطت على الأرض، والآن ما عاد بإمكاني التسلق مجدداً. لا تقلق ميوميو، افحصي أبا إبريس حالاً. حسناً، سأبدأ تحليل. النتائج، الهلب على يده مجروحة. الهلب؟ ولكن ماذا تعنين؟ انظر، لأبي أبريس شعيرات كثيرة على أسفل قوائمه تعرف بالهلب. إنها لاصقة، ما يمكن أبا أبريس من تسلق الجدار. والآن وهي مجروحة يعجز عن التسلق. أوه، هذا ما حصل. هل الوضع خطير؟ لا تقلق، ستتحسن بسرعة. رائع.
مسح. تم تحديد الجروح. آلة الشفاء الخارقة. انتهيت. هذا يستحقني. كيكي، هل أنت بخير؟ آسف، لقد كانت يدي تستحقني. أصبحت يدي أفضل. أستطيع تسلق الجدار مجدداً. أبا أبريس، لقد سمعت طواً أنها قد تمطر، لذا سنبدأ الحدث أبكر. سوف أبدأ العمل في الحال. تبقى 15 دقيقة. ليس وقتاً كافياً. سوف يخيب أمل الصغار فعلاً، وهذه غلطتي أنا. اسمعني جيداً، سنساعدك. شكراً جزيلاً لك، لكن من سيتسلق مثلي إلى هذا الارتفاع العالي؟ لا تقلق، إلى المقر الرئيسي. كاكا، لدينا مشكلة أخرى هنا، نحتاج إلى مساعدة هانك. تلقيتك هانك، يطلب كيكي الدعم. أرجوك تحرك الآن. تلقيتك هانك الخارق، قد يحل أي مشكلة. ما زال هناك الكثير. سلم هوائي. واو، رائع. معا سوف ننهي العمل بسرعة. أريد أن أجرب أيضا. والآن فلنعلق اليافطة. اترك الأمر لنا. هيا لا. السرعة الفائقة. لقد وقع. جيد أنك أمسكت به. أبو أبريس، آسف. آسف على ماذا؟ خسرت الآن ذيلك، وهذه غلطتي أنا. كيف حصل هذا؟ دعني أتفقد البيانات. ذيل أبي أبريس ضعيف، يتخلى عنه حين يكون في خطر، فينمو له ذيل آخر بسرعة. فهم.
فريق الإنقاذ الخارق يطلقكم في أمان. أنا أحب المرجان. لا 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 لا. توقف! ممنوع أخذ المرجان. أوه لا، إنه الشرطي القرش، يجب أن أذهب. توقف! توقف! توقف مكانك! توقف! 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 لكن ماذا حل بي؟ أنا أشعر بالسوء. هي! كاكا، ما هي الحالة الطارئة؟ قرش نوع من السمك، هو شرطي المحيط. إنه بارع في مطاردة الأشرار. المجرمون كلهم يخافون منه، لكنه وجد صعوبة في التنفس وهو يطارد ذئبا الآن. إنه يحتاج إلى مساعدتكما. سنهتم بالأمر. فريق الإنقاذ الخارق، فلننطلق. ما بي اليوم؟ أين هو فريق الإنقاذ الخارق؟ ها قد وصلا أخيرا. أيها الشرطي القرش، ماذا حصل؟ كنت أطارد شريراً أخذ كل المرجان، وإذ بي أشعر بصعوبة في التنفس. أيها الشرطي، هل تتوقف قليلاً لكي نفحصك؟ لكن لا يمكنني التوقف. لماذا؟ دعني أفحصه. على الشرطي القرش أن يستمر في السباحة لتمر المياه عبر خياشيمه فيحصل على الأكسجين ليتنفس. إذا توقف عن السباحة قد تكون حياته في خطر. قلت في خطر؟ لا تقلق أيها الشرطي، سأقوم الآن بفحصك. إليكما النتيجة، خياشيم الشرطي القرش مجروحة، لذا يجد صعوبة في التنفس. لقد فهمت، سوف أعالجه في الحال. ميوميو، لقد وجدت الجرح. خدش المرجان خياشيم الشرطي القرش وما زال عالقا في داخلها.
لابد من أنها كانت في المياه وهو يتنفس. هذا هو الجرح إذن، سأعالج له الجرح في الحال. مسدس الحبل الخارق، هاي. لا، يجب أن أسرع. الموجة الضوئية. كيف جرت الأمور كيكي؟ أتممت المهمة. أها، شكراً يا صديقاي، أستطيع الآن التنفس بسهولة. أنا مفعم بالنشاط وأنا مستعد لمطاردة ذلك الشرير في الحال. كان يجب أن أمسك به. لا تقلق أيها الشرطي، سوف نساعدك. هذا مدهش، انظر إلى هذا. ها هو، إنه هناك. ياهو. لن يتمكن أحد من الإمساك بي. توقف مكانك. توقف. وداعا. لا، يجب أن أدخل إلى هنا. أوجدت شيئا أيها الشرطي؟ يتمتع القرش بحاسة شم قوية، سيجد حتما الذئب إذا كان لا يزال هنا. لا مكان تذهب إليه. توقف مكانك. أمسكت بك. كيكي، ماذا يجب أن نفعل؟ النجدة، النجدة. سوف أتصل بالمقر الرئيسي. كاكا، نحن الآن في ورطة، فلترسل رودولف إلينا بأسرع وقت ممكن. تلقيتك رودولف، يحتاج كيكي إلى مساعدتك، أرجوك استعد واذهب إليه في الحال. حاضر، رودولف مستعد لأي تحد في البحر. لقد وصلت. اسمع، نحتاج إليك لتقص ذلك الشيء وتنقذ الشرطية القرش والذئب. طبعا. رائع، أنا حر، لن يمسك بي أحد الآن. Hey!
السرعة القصوى. كيكي، نحن بخير. شكرا لمساعدتكم يا أصدقاء. يا فريق الإنقاذ الخارق، أنتم بارعون بالفعل. وأنت بارع أيضا في الإمساك بالأشرار في كل مكان. لن أفعل هذا مجددا. إلى اللقاء. فريق الإنقاذ الخارق يبقيكم في أمان. 81 82 83. رودولف، لما تدور على الكرسي؟ أنا أتمرن الآن لأصبح أقوى. إنه يتمرن بجهد. 99 100. أنا أشعر بالنار. حالة طارئة. رودولف، تابع التمرين. كاكا، ما هي الحالة الطارئة؟ فرس البحر نوع من الأسماك البحرية، يسبح دائما بشكل مستقيم. إنه بطيء لكن ثابت. إنه سائق حافلة تحت البحار، لكن معدته بدأت فجأة تؤلمه وأوقف الحافلة في منتصف الطريق. يحتاج إلى مساعدتكما. سنهتم بالأمر. فريق الإنقاذ الخارق، فلننطلق. عزيزي، هل أنت بخير؟ ماذا يجب أن نفعل؟ لما لم يصل بعد فريق الإنقاذ الخارق؟ هاي، انظروا، إنه فريق الإنقاذ. وأخيراً وصلتما. لا تقلقي، أخبرينا ماذا يجري. إن معدته تؤلمه، لذا أرجوكما ساعداه. طبعاً، فلنتفحصه في الحال. حسناً، سأبدأ بالتحليل. فرس البحر ليس مريضاً. السبب وراء وجع معدته أنه سيرزق بصغار. سيرزق بصغار؟ حقاً؟ هذا رائع جداً. لا أصدق أننا سنرحب بصغارنا قريباً. في فرس البحر الأب جيب تنمو فيه الصغار، لهذا سيضع فرس البحر صغاره في وقت قريب. هذا رائع، فلنحيي ونهتف الآن لفرس البحر. أجل، قليل بعد. هيا، قليل بعد. لا 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 لا. حسنا، وأخيرا. واو،
واو، انظري كم هذا ظريف، فلنستمتع معا بوقتنا. تعال اقترب قليلا. شكرا جزيلا لكما. اهلا بكما صغاري. يا صغير انظر إلى هذا. هل تريد اللعب أيها الصغير؟ يسرني أنا الأم. آسف، الأب والصغار بخير. شكرا لكم، سنرسلكم إلى متنزه تحت الماء. أوه رائع. واحد، اثنان، مهلا. أين هو الثالث؟ ماذا؟ صغيري، صغيري، أين هو صغيري؟ أين أنت؟ صغيري، أين أنت؟ لا تقلقي، سنجد صغيرك. لقد وجدته، إنه هناك. انظروا، ما هذا؟ إنها دوامة محيط. دوامة محيط؟ ماذا تعنين؟ دوامة المحيط خطيرة جدا، تشبه ثقبا أسود دوارا، ما إن تعلق فيها يصعب الخروج منها. ماذا؟ يصعب الخروج منها؟ صغيري. لا تقلقا، سننقذ صغير فرس البحر كيكي. إنها قوية جدا، لا يمكننا الاقتراب أكثر بالحافلة. فلنتصل بالمقر الرئيسي. كاكا، لدينا مشكلة جديدة، أرسل حافلة رودولف البحرية إلى هنا. في الحال رودولف، كيكي يحتاج إلى مساعدتك، استعد أرجوك وتحرك في الحال. حسنا، رودولف مستعد لأي تحد في البحر. وصلت الحافلة البحرية. رودولف، علق صغير فرس البحر في الدوامة الخطيرة، يجب أن ننقذه. في الحال. تمسك جيدا، فلنذهب. انتبها. بحر. إلى الأسفل، صغير فرس البحر تحت. إنه هناك. أجل، نجحنا. لا، انتبه. صغيري. لا تقلقي، سيكون بخير.
لقد وصلنا إلى متنزه تحت الماء. واو، إنه رائع. لنأخذ صورة معاً. يا صغيري، لقد ضاع صغيري مجدداً. ما هذا؟ وداعاً. وداعاً. فريق الإنقاذ الفارق يكون في أمان. مرحبا، أنا كيكي قائد الفريق الخارق. كل من يواجه مشكلة سنهب لمساعدته. انتبه. تجيدين الطبخ؟ أتمتع بمواهب كثيرة لا تعرفون بشأنها. فلنأكل الآن. حسناً، تذوقوا طعام الأشهى في العالم. جزر مقلي، دعكم بالجزر. حساء الجزر. دعكم مقلي بالجزر. جزر على البخار. حالة طارئة، يجب أن نذهب. لا تذهبا، أنتما لم تأكلا الطعام، ابقيا وأنهيا. فادي لديه خرطوم طويل، إنه في قسم الإطفاء، لكنه واجه مشكلة في إخماد النار وهو يحتاج إلى مساعدتكما. فريق الإنقاذ فلننطلق. هل أنت بخير؟ لما لم يصل بعد فريق الإنقاذ الخارق؟ يمتد الحريق أكثر. حافلة الإنقاذ. وأخيراً لقد جئتما، ساعداني. بدأت أسعل عندما امتصصت المياه. لا تقلق، سنساعدك في الحال. دعني ألقي نظرة عن قرب. شكراً، سيكون خرطومي الآن بخير. سأبدأ التحليل.
الحائج، خرطومه مسدود. مسدود؟ سأدخل إذن في خرطومه لكي أعرف ما الخط. المكان مظلم هنا. واو، أين الانسداد؟ ما أبعد بعد؟ المكان عميق جدا، لكن يجب أن أذهب. ميو ميو، علكة صغيرة تسد له خرطومة. الرياح قوية جدا، تسد العلكة مجرى الهواء، لهذا لا يتنفس الفيل جيدا. سوف أعالج الأمر. سيد فيل، ما الخطب؟ خرطومي يستحقني. كيكي، كيف جرت الأمور؟ لقد حلت المشكلة. واو، أشعر بتحسن كبير. شكرا جزيلا لكما. النجدة، هل من أحد هنا؟ أرجوكم ساعدوني. النجدة، يبدو أن صوت صادر من هنا. ميو ميو، سوف أبدأ المسح. إنه الجد السلحفات، يجب علينا أن نساعده. هذا مؤلم جدا. انتبه، قد يتأذى أكثر. يمكننا معالجة الأمر. حسنا. أحتاج إلى المساعدة من المقر الرئيسي. كاكا، لدينا مشكلة أخرى، نحتاج إلى المساعدة من القبطان مومو. تلقيتك مومو، يحتاج كيكي إلى مساعدتك، فلتنطلقي رجاء الآن. تلقيتك مومو، طائرة قادمة.
بخير، كيف هو الجد؟ أنا أشعر بالدوار. أردت شراء زجاجة صلصة صويا، ثم حصل هذا. حسناً، أنت بخير الآن. فريق كيكي وميو ميو الخارق، شكراً جزيلاً لإنقاذي. شكراً يا عمال الإطفاء. شكراً، شكراً لكما، لقد ساعدتماني كثيراً اليوم. لا تنسى ماما. بالطبع، شكراً لك. أجل. فريق الإنقاذ الخارق يبقيكم في أمان. ميو ميو، هل الحساء جاهز؟ الرائحة شهية، أستطيع شمها من بعيد. أنا لم أبدأ بعد. لا أعرف لما لا يوجد غاز. أيها المواطنون الأعزاء، انقطع الغاز من مدينتنا كلها، نحن نحاول إصلاح العطل. تم تشغيل خطة الطوارئ. حالة طارئة، فلننطلق. أنا أنتظر حساءك. كاكا، ماذا هناك؟ خولدون، ثديي لديه حاسة شم قوية، سباك غاز، أغمي عليه وهو يتفقد تسربا للغاز. إنه يحتاج إلى مساعدتكما. فريق الإنقاذ الخارق، فلننطلق. أشعة شمس رهيبة، أين هو فريق الإنقاذ؟ إنها حافلة الإنقاذ. أرجوكما خذاني إلى مكان لا أشعة شمس فيه. سيد خلد، هل تخشى أشعة الشمس؟ أجل، أشعر أنني مريض. دعني أفحصك. سأبدأ التحليل. أشعة الشمس جرحت له أنفه. فقد حاسة الشم. فهمت، دعيني أبدأ العلاج. سأتقلص.
وجدت الجرح. جهاز الشفاء الخارق. أظنني أفضل الآن. شكرا لكما. لا مشكلة. أو لا، أشم رائحة غاز. سأذهب لمساعدته. رائحة الغاز تفوح من هنا. الأنابيب قديمة. يا لها من رائحة غاز قوية. هنا مصدر التسرب. تسرب الماء قوي جدا هنا. أنبوب الغاز صادئ جدا، لهذا يتسرب الغاز منه. علينا أن نصلحه حالا. لا، انفجر أنبوب الماء. انفجر أنبوب الماء ونحن عالقان. ماذا؟ وماذا علينا أن نفعل؟ أحتاج إلى المساعدة من المقر الرئيسي. كاكا اسمع، لدينا مشكلة أخرى، أرجوك أرسل هانك لمساعدتنا. تلقيتك هانك، طلب كيكي مساعدتك، تحرك أرجوك الآن. في الحال، هانك الرائع قادر على حل أي مشكلة. كيكي لقد وصلت. هانك هيا ضخ الماء إلى الخارج. حسنا دع الأمر لي. يبدو أن الأنبوب مسدود. سأتفقده. إن أنبوب الماء يعمل. السرعة القصوى. Oh, my God.
كان هذا وشيكا. اسمع سيد خلد، عليك أن تعتمر خوذة الأمان. انتهيت، فلنذهب الآن. كيكي أنت بخير؟ هل أنت بخير؟ أنا بخير، أصلحنا أنبوب الغاز. يا فريق الإنقاذ، لقد أبليتم حسنا، شكرا جزيلا لكم. أين هو السيد خلد؟ أنا هنا. سيد خلد، عادت إمدادات الغاز إلى طبيعتها، شكرا لك. هذا من دواعي سروري. سيد العمدة، هل لا تحضر لي خوذة جديدة؟ في النهاية السلامة أولوية. ودان. فريق الأطفال الخارق يطلبكم في الأمان. أيها الشعب، لقد حصلت مؤخرا هزات كثيرة، لذا نحتاج إلى أن نستعد لأي زلزال وشيك. اليوم سيعطي المتطوعون لدينا المعدات اللازمة لكل منكم. مرحبا مسكرز، تفضل هذه. شكرا. هاي مهلا لحظة، أحتاج واحدة إلى صديق اليسروع. قلت يسروع؟ خذ هذه إذا. شكرا. حالة طارئة، يجب أن نذهب. وداعا. وداعا. هيا هيا أسروع، أحضرت لك عدة طوارئ. أسروع، ليه ما غلفت نفسك على هذا النحو؟ مرحبا، ما الحالة الطارئة؟ ثعبان من الزواحف، إنه واحد من فريق الإنقاذ من الزلازل، عمله إيجاد الحيوانات المفقودة. هذا الصباح تعرض لحادث وهو يوزع عدة الطوارئ، يحتاج إلى مساعدتكما. مستعدان، فريق الإنقاذ الخارق، هيا. أنا آسف. لا بأس، كان مجرد حادث، لكن ما زال علي تسليم ما تبقى من العدة، يجب أن أسرع. لا تقلق، سيصل فريق الإنقاذ الخارق قريبا. أرأيت؟ لقد وصلوا. مرحبا سيد ثعبان، أخبرني كيف تشعر الآن؟ أشعر بدوار خفيف كما لا أرى بوضوح. لا تقلق، سوف نساعدك. دعني ألقي نظرة عن قرب، سأبدأ التحليل. يبدو أن الحفر لديه مجروحة. الحفر لديه؟ السيد ثعبان قصير النظر، لديه حفر صغيرة بين عينيه ومنخريه، هذا ما يشتهر فيه، فهي تساعده على كشف الحيوانات القريبة كونها حساسة على الحرارة. لقد فهمت، سوف أعالج لك الأمر. شكرا لك. سأتقلص الآن.
أين هي؟ لقد وجدت الإصابة. الموجة الضوئية. ميو ميو، لقد انتهيت. أنا أرى بوضوح الآن. لما المنزل يهتز؟ لا، إنه زلزال. زلزال زلزال، ما العمل؟ لا تخف، احمي رأسك، لنذهب إلى مكان آمن من هنا بسرعة. فلينتبه الجميع. المكان خطير، اختبئا تحت الطاولة. ما من مساحة كافية تحت الطاولة. ميو ميو، نستطيع أن نختبئ في الحمام. أسرعي، قفي في الزاوية. لقد توقف، تعالي معي. حسناً، هيا بنا. فلنخرج من هنا. خلال الزلزال لا تستخدموا المصعد، بل استخدموا السلالم. إنها هزة ارتدادية. المنطقة المفتوحة، هناك مأوى للحالات الطارئة. الآن نحن في أمان. كيكي، انظر. وجدت شيئاً؟ لا، لا يوجد أحد في المكان. كيكي، تعال إلى هنا. هناك، سمعت صافرة. اسمعي، السيد ثعبان بارع جداً في الكشف، يستطيع المساعدة. سأبدأ فوراً. هناك. يسرو، استيقظ، انظر إلي، أنا خائف. ويسكرز في الداخل، علينا إخراجه حالا. الأمر طارئ، سأتصل بالمقر للمساعدة. كاكا، ويسكرز عالق داخل المبنى، نحتاج إلى المساعدة. تلقيتك. هينك، مومو، يحتاج كيكي إلى مساعدتكما. انطلقا رجاء الآن. فريق الإنقاذ الخارق، هيا بنا. ارتدادية، يجب أن نخرج ويسكرز من هناك بسرعة. لا مشكلة، سأفعل هذا. تشغيل. المروحية الخارقة، طيري. والآن جاء دورنا. أجل. لقد جاء
أين هما؟ انظرا، أليس ذلك كيكي؟ نحن بخير. أجل رائع، أجل. فريق الإنقاذ الخارق، لقد أنقذتم الجميع، شكرا لأنكم كنتم شجعان. ما الأمر يا ويسكرز؟ يسروع، أنا لا أجد صديقي المقرب يسروع. لا لا تبكي، انظر يسروع. شكرا كيكي. إنه يستيقظ. واو، تحول إلى فراشة. فريق الخارق يبقي